يعني احنا بنتكلم عن فوز المنتخب، نتكلم كمان عن تحديدا بقى، وده اللي يهمنا جدا، ثلاثي الاهلي اللي هنقول عن حمزه علاء، محمد اشرف، واحمد نبيل كوكا، اللي كانوا متالقين بشكل كبير جدا. وبالنسبه لك كمان ان انت بتتكلم كان في اداء رائع تحديدا من حمزه علاء، ناس كلها بتتكلم عنه، مش صحيح. فكره بس اللعيبه او المنتخب او اللي بيشجع المنتخب او النادي الاهلي، لا كل الناس بتتكلم عن اداء حمزه علاء تحديدا حارس المنتخب الاولمبي، وحاجه محترمه جدا اللي هو بيقدمها. ومن مواليد طبعا 2001، حافظ على شباكه نظيفه، كلين شيت في 4 مباريات في كاس افريقيا بنتكلم، وتصديات اعجازيه كل ماتش، وحارس فعلا لما تيجي تتكلم او تقيمه حارس موهوب، قدر ان هو جدا. يثبت نفسه ويوصل كمان للاولمبياد، فحاجه محترمه. نتمنى كل التوفيق. احنا عندنا طبعا اسماء كبيره كده كده في حراسه المرمى، فنتمنى ان اسم كمان حمزه يضاف لحراس المرمى كمان، ويكون ليه نصيب ان هو ينضم للفريق الاول في النادي الاهلي، لان اعتقد ليه مستقبل كبير ممكن يكون طبعا مع النادي الاهلي في طبعا الفتره كمان اللي جايه. فبالتوفيق في اللي جاي، لكن لغايه دلوقتي احنا سعداء جدا. لكن هرجع تاني اقول وهكرر الكلام ده، احنا لسه اللي مستنينا اكبر بكتير، لان انا من الناس اللي مش عندي نظره كريم خالص تشاؤميه، حضراتكم عارفين، لكن دايما الواحد ما بيحبش يفرح زياده لمجرد انه اتاهل. ما احنا بنتاهل لاولمبيات وبنتاهل لحاجات كتير في رياضات مختلفة، اللي يعنيني انا بعد ما بتأهل ايه اللي بيحصل، ده مهم جدا. يعني مش اعجاز ان انا اتأهل، على فكرة هو الطبيعي ان انا اتأهل للمنتخب الاولمبي ولا اي رياضة كانت موجودة في الرياضات المصرية المختلفة، هو الطبيعي ان انا اتأهل، لان احنا عاملين باع كبير جدا، وعندك بوتنشال كبير جدا، وعندك اهتمام من الدولة كبير جدا في السنوات كمان الاخيرة، طبعا طبعا ومش بس الدولة، عندك اهتمام جماهيري كمان، رياضات كتيرة جدا فيما سبق ما كانش ليها نصيب من الاهتمام الجماهيري، صحيح. لكن الان اصبح ليها اهتمام كبير جدا، سبونسرز بقوا يتطلعوا ان هم كمان بيرعوا العديد من الابطال بتوعنا سواء على المستوى الفردي او الجماعي، فانت عندك تطور حصل بالفعل في هذا الملف، فنتمنى انعكاسات ده بقى تكون موجوده على البطولات وعلى حجم كمان المشاركات والميداليات اللي بتحصل او بتحصدها من هذه المشاركات. فتأهلنا رائع جدا، مبروك علينا جميعا، بس اكيد منتظرنا لسه مهام كبيره جدا، ان شاء الله نكون على حسن ظن او عند حسن ظن الجميع يعني. طبعا يعني امبارح المصريين كلهم، ومن قبل كده بس امبارح بشكل بصفه خاصه، يعني المصريين كلهم كانوا سعداء للغايه بحمزه علاء. وطبعا مش محتاج اقول لكم عن فرحه الاهلاويه بشكل استثنائي بصفه خاصه، لان احنا بنتكلم على حراسه عرين المرمى، ده دي مدرسه متكامله الاركان موجوده في النادي الاهلي. يعني بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء مؤخرا بسم الله ما شاء الله عمل شغل رائع ونال استحسان الجميع. امبارح كان ليه فيديو كمان بعد انتهاء اللقاء كان بيتكلم فيه وهو منفعل وتقريبا وهو بيبكي وبيقول ان احنا كده حققنا حلم الشعب المصري. ناس كتير كانت شايفه ان الجيل ده ما عندوش القدره ان هو يحقق اي شيء، لكن الحمد لله حققنا ولسه هنحقق المزيد والمزيد.